يتبع معهد اللاهوت الساليزياني في القدس لكلية اللاهوت في جامعة الساليزيان البابوية في روما. يوفر المعهد حالياً الفرصة للطلاب للحصول على الشهادة في اللاهوت في نهاية دورة دراسية مدتها 4 سنوات. المواد التي يتم تدريسها تضمن تنشئة ممتازة للساليزيان الرهبان طلاب المعهد الإكليريكي والعلمانيين الراغبين في دراسة لاهوت الكنيسة الكاثوليكية في مهد المسيحية. هذا العام لدينا 50 طالبا من 20 دولة مختلفة. يقدم المعهد درجة البكالوريوس في لاهوت الكنيسة الكاثوليكية الذي يمتد ل4 سنوات دراسة. في الواقع نحن نرغب في المحافظة على هذا المعهد الذي لا يؤمن فقط دراسة اللاهوت بل وأيضا زيارة الأماكن المقدسة والأرض المقدسة، لأن الأرض المقدسة هي إنجيل خامس، فهي تساعدنا على فهم أفضل للكتاب المقدس واللاهوت. يوم السبت 15 من تشرين الأول تم افتتاح السنة الدراسية الجديدة بترتيلة نعمة مذهلة وكلمة ترحيبية بجميع المدعوين ألقاها رئيس معهد الدراسات الأب أندري توتشيسكي. استذكر دون أندري بعض اللحظات المهمة من العام الماضي، وقدم الطلاب والأساتذة الجدد، وتم التقاط صورة جماعية تقليدية وجميلة تميز بداية كل عام جديد. تمحورت الفترة الصباحية حول الكلمة التي ألقاها رئيس جامعة الساليزيان البابوية في روما عن العلاقة بين الإيمان والأسرار. في البداية عدد الأب أندري بوزولو المشاكل والمواقف الرعوية التي تشكل تحدياً لحياة الكنيسة اليوم. بعد عرض تاريخي قصير تليت قراءة من الفصل السادس من إنجيل يوحنا حول عظة خبز الحياة، وقام الأب أندري بتحليلها، ثم أبرز ضرورة الجذور الكتابية اللاهوتية التي لا غنى عنها من أجل توضيح المؤشرات الرعوية المعاصرة. أود أن أنوه بأن الإيمان هو ليس أمراً عقلانياً وقناعة داخلية فحسب، إنما هو أمر يتعلق بكل جوانب حياتنا. إن الإيمان هو لقاء شخصي بالرب المصلوب والقائم والذي يأتي للقائنا من خلال الليتورجيا. لذلك فإن الأسرار والليتورجيا ليست أمراً يتم إضافته إلى الإيمان، إنما هي المكان الأساسي الذي يحيا به الإيمان. يبعد معهد اللاهوت الساليزياني فقط 20 دقيقة مشياً على الأقدام من البلدة القديمة في القدس، ويمكن الوصول إليه عبر المواصلات العامة. اللغة المستخدمة للدراسة هي اللغة الإنجليزية، علما بأن الطلاب هم من مختلف أرجاء العالم. أنا طالب لاهوت سنة رابعة، شماس إنجيلي، هذه السنة الثالثة لي في الأرض المقدسة. أنا من منطقة البحيرات في أوغندا، وأنا سعيد للغاية بدراسة اللاهوت هنا في الأرض المقدسة. هنالك الكثير من المميزات التي اختبرتها، خاصة إمكانيات زيارة الأماكن المقدسة والمرور بالأماكن التي سار فيها يسوع وعلم. إنها تقويني وتقوي إيماني وتمنحني خبرة غنية لأنقلها لأبناء شعبي الذين ينتظرونني بعد نهاية دراستي. أنا سعيد جدا لأكون هنا، ولست نادما أبدا لدراستي هنا، لأن هذه الكليات تمنحني الفرصة لمخالطة العديد من الطلاب من جنسيات وخلفيات وقارات مختلفة، وتمنحنا الفرصة جميعا ليكون هذا المعهد مسرحا لتبادل الأفكار وأيضا الاختلافات الثقافية التي تجعل من معهدنا مكانا غنيا. يتبع معهد الدراسات اللاهوتية الساليزياني التقليد الأكاديمي لمعهد الدراسات اللاهوتية الساليزياني السابق الذي تأسس في بيت لحم عام 1929، ومن ثم تم نقله إلى الطنطور عام 1949، ومن ثم إلى دير كريمزان عام 1957، وفي النهاية إلى القدس في أيلول عام 2004.